هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بخصوص المقابلة ديال الفريق الوطني المغربي النساء، فالحمد لله كما كان الحال فشرف كبير للكره المغربيه النسائيه اللي تاسست منذ 3 سنوات وعطات ما عندها وقرعت دول فرق عالميه كبيره مثل المانيا، وكانت واحد المجموعه اللي هي مجموعه الموت وكانت الحلقه الاضعف وتمكنت من تجاوز الدور الاول، وهذا بحد ذاته انجاز كبير، فالانجاز كبير بالنسبه للكره النسائيه المغربيه. فلحد الان حنا تنقولوا هذا اعتراف بالكره النساء في المغرب وتلد الحد، فبرافو للبطلات المغربيه اللبؤات المغربيات وبرافو للكره النسائيه المغربيه، والقادم ان شاء الله يكون افضل بكثير من هذا. السلام عليكم. اليوم غنديروا واحد تحليل على الفريق الوطني مسمى باللبؤات. فريق حنا ما تقلقناش من جهه الفريق، لان الفريق كان لعبوا مزيان، البروميير ميطا كانوا مزيانين. حنا ديما عندنا واحد المشكل ديال ان غير تمركنا الاهداف ما نعرفوش اللبؤات ما يعرفوش يرجعوا في الماتش. بالنسبه لفرنسا، فرنسا فريق متمرس، فريق كبير، لان ماشي فريق سهل ولا هادي ولا بالنسبه للخطه ما كاينه لا خطه لا والو. بالنسبه لنا المدرب ما لان بحال الماتش ديال المانيا، هذا الماتش هذا اللي تلعب بحال الماتش ديال المانيا، حيت الماتش ديال المانيا كان اخطاء الدفاع، ما كاينش لي ميليو، ما كاينش افون سونتر، ما كاينش اللي في الكولوار اللي غيماركي، ما كاينش. نتمنوا من الله هاد البطوله هادي غتدخلهم، غي تكون عندهم واحد التجربه دابا حاليا تكون مزيانه، لان جاي الالعاب الاولمبيه، جاي الالعاب مزيانه، وان شاء الله الفرقه تكون، لان الفرقه يلا 3 سنين هذه باش يلا تكونات الفريق الوطني يلا تكون. احنا ما نتقلقوش على الفريق، لان الفريق ماشي راه لعب، لا عطى اللي عنده، عطى اللي عنده الامكانيات ديال داك الشيء ديالو كامل، القوه ديالو كامله راه عطى، راه عطى. دابا نتمنى من الله ان شاء الله نشوفوا الفريق مره اخرى احسن من هكا، وغيعطي الفريق ديالنا، لان البنات راه جايين بنات اخرين، باقي فريق اخر، باقي ناس اخرين، باقي لعابه اخرين غيجيو ان شاء الله، وغتكون الفرقه مزيانه. للمزيد من المعلومات ما تنساوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.